بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين أهلا بكم، أهلا بكم حلقة جديدة وبرنامج أنا الوطن. معانا النهاردة ملفات اقتصادية مهمة. النهاردة هنستعرض القرارات اللي صدرت لصالح المستثمرين والمصانع المتعثرة، وده كان خلال اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية النهاردة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء. كمان بيان البنك المركزي عن تراجع الدولار أمام الجنيه، ودي يعني مسألة مهمة قوي. كمان هنتكلم عن الأرقام والإنجازات والأرباح الكبيرة يعني قطاع التأمين في مصر التابع لقطاع الأعمال العام، بعد بدأنا بشاير بقى إعادة الهيكلة بقى والتطوير والفكر الجديد وتغيير النظم الإدارة لآخره. هنستعرض ده بشكل كامل. عندنا قضية مهمة جدا هنسيرها النهاردة، استباحة المال العام وسطه على أراضي الدولة اللي هي ملك للشعب. كمان هنعرف حكاية خط ميدل إيست الغاز، وهنتعرف على الدور المجتمعي للبنوك المصرية خصوصا بنك التعمير والإسكان. وكمان يعني هنبتدي نفتح من الحلقة اللي فاتت بدينا فتحنا ملف الاقتصاد في 2020 في ظل المتغيرات الحالية، وهيكون ضيفنا معانا ضيف عزيز النهاردة الأستاذ أحمد أبو السعد الخبير الاقتصادي وعضو مجلس إدارة البورصة المصرية. هتكلم بقى عن دور الصناديق الاستثمار خلال الفترة الجاية، وازاي نقدر نفعل الأدوات الاستثمارية الخاصة الاقتصادية المختلفة لتفعيل الاقتصاد المصري وتقويته. النهاردة هنبتدي مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي. قال خلال اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية انه هو بيضع على اهتمامات الدولة حاليا او الحكومة حاليا دفع عجلة الاستثمار، ده اللي احنا عاوزينه، من خلال ايجاد حلول لمشكلات المستثمرين، ده اللي احنا قلناه قبل كده، لازم نحل مشاكل المستثمرين اللي جوه عشان اللي بره يجينا، وتوفير مناخ جاذب للاستثمار. الاستثمار يا جماعه مناخ، لا هو قوانين ولا هو مناخ، شعور كده ومناخ عام، لازم يبقى في منظومه متكامله تخدم على تهيئه هذا المناخ. تم اصدار قرار بتشكيل لجنه للاستثمار برئاسه رئيس الوزراء طبعا وعضويه محافظ البنك المركزي زي ما احنا عارفين، عدد من الساده الوزراء والمسؤولين، فضلا عن تشكيل مجموعه تحسين مناخ الاستثمار وتشجيع القطاع الخاص. دي مهمه قوي. اللجنه عقدت اول اجتماعاتها الاسبوع الماضي بحضور عدد من المستثمرين، وهيدعى اليها مستثمرون اخرون. هي دي النقطه، لازم نسمع كل الناس، نسمع مختلف طبقات شرائح المستثمرين، يعني ما نركز على 10 15 هم دول يجوا يحضروا اجتماعات كل مره، لا يعني مره المجموعه دي مره المجموعه دي، في اختلاف الافكار واختلاف الرؤى، ده مهم جدا. البنك المركزي كمان السيد طارق عامر صرح في الاجتماع، قال تم عقد اجتماع مع اجتماعات مع مسؤولي 60 شركه ومصنع متعثر اللي عشان تفعيل مبادره القطاع الصناعه اللي اعلنت عنها في نهايه العام الماضي لبحث اسباب التعثر والعمل على حلها في اطار جهود البنك المركزي لحل المشكلات في ملف المستثمرين الصناعيين المتعثرين. نحط الصناعيين دي تحتها 100 خط. الصناعيين دي هي اساس الصناعه والانتاج، هو اساس نمو وتقدم اي اقتصاد. واضاف انه تم اتخاذ اجراءات واضحه بالتنسيق مع البنوك المختلفه، ومستمرون في بحث كافه الملفات، وسنعمل على ازاله اسماء هؤلاء المستثمرين من القوائم السلبيه، وهنعيد تمويلهم مره ثانيه. ده شيء رائع على فكره، ويتم التنسيق في ذلك مع كل الجهات المعنيه بهدف احداث نقلة نوعية في ملف المتعثرين. وصرح أن سنرسل تقريرا مفصلا بما تم في ملف المستثمرين الصناعيين المتعثرين للسيد رئيس الوزراء ووزيرة التجارة والصناعة. ده شيء مهم جدا. المصنع المتعثر ده مصنع قائم موجود بس متعثر، عنده مشاكل مالية، عنده ده تتحل، بيتعوم مرة تانية، بيبتدي ينتج، يخش المنظومة مرة أخرى. النهاردة البنك المركزي كمان أصدر بيان حقيقي بيعتبر فال حلو على المصريين في اول السنه الجديده، مشير بان سعر صرف الدولار واصل تراجعه امام الجنيه المصري لليوم، ليسجل النهارده يسجل الدولار تقريبا 15 جنيه و86 قرش للشراء و15 جنيه و96 قرش للبيع، وبذلك يكون سعر صرف الدولار قد فقد حوالي 14 قرش من يوم الاربعاء اللي فات حتى النهارده، يعني ما كملش اسبوع. يأتي التراجع ده نتيجة زيادة ملحوظة في موارد البنوك والنقد الأجنبي، وخاصة من استثمارات في صناديق النقد الأجنبي في الأسواق المالية المصرية.
أضاف البيان أن إجمالي تدفقات النقد الأجنبي للبنوك سجل حوالي 1.7 مليار دولار من يوم الأربعاء اللي فات حتى النهاردة. على جانب آخر بقى، نفى البنك المركزي المصري النهاردة ما تم نشره في بعض وسائل الإعلام تلقيه أي طلب من بنك عودة اللبناني لبيع عملياته في مصر، يعني أو يعني يخرج من مصر. البنك المركزي نفى هذا الكلام. خبر رائع تاني وجميل بصراحة، احنا بنحب جدا القطاعات الاقتصادية اللي بتحقق نجاح كده. يعني عند النهاردة بنتكلم عن قطاع التأمين. كان ضفنا من فترة الأستاذ باسل الحيني رئيس شركة مصر القابضة للتأمين، وقال ان في عاد هيكلة وعمليات تطوير. طبعا النهاردة تم الإعلان عن ارتفاع صافي أرباح الشركة في العام المالي 2018-2019. صافي الأرباح وصل لأربعة مليار جنيه، نسبة نمو كبيرة. بالتأكيد هذا النجاح وهذا النمو في الأعمال والأرباح بالتأكيد ده وراه قصة. يسعدنا معايا على التليفون دلوقتي الأستاذ باسل الحيني رئيس شركة مصر القابضة للتأمين، هيقول لنا كيف بدأت الحكاية وعشان ننتهي بهذا الرقم الكبير لأول مرة في تاريخ شركة مصر القابضة للتأمين. مساء الخير يا باسل بيه. مساء الخير أستاذ أيسر. أهلا بحضرتك في سنة سعيدة عليك يا رب. وشايفين ما شاء الله حضرتك وعدت وأوفيت وقلت هتشوف مفاجآت في نهاية العام المالي، وواضح ما شاء الله لأول مرة ممكن تحصل رقم الأربعة مليار. ده صافي ربح يا فندم. جميل يا فندم. طيب لو هنتكلم عن بالتأكيد محاور كثيرة للتطوير تم عرضها في الجمعية العمومية للشركة اللي رأسها السيد الوزير هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، عايزين إزاي تم هذا الارتفاع الكبير في الأرباح فندم؟ إيه اللي حصل تحديدا يعني؟ والله أنا زي ما قلت في الجمعية، الحقيقة الأرقام في الآخر هي بتترجم العمل اللي اتعمل قبلها. لكن احنا اكثر سعادة من الارقام باللي ابتدى يتحقق في المجموعة من تطوير زي ما حضرتك تفضل. لانه احنا السنة اللي فاتت بعد ما تسلمنا المسؤولية في اوائل شهر نوفمبر، رحنا اول جمعية عمومية بعدها بشهرين بنقدم القوائم المالية بتاعت السنة السابقة اللي احنا مكناش مسؤولين عنها. وفي الجمعية دي انا قلت للسادة الحضور وطبعا على رأسهم معالي الوزير ان هم ممثلين الدولة اللي هي تملكنا 100%، انه احنا قدامنا تحدي كبير لان عايزين ننهض بهذه المجموعه من خلال شركاتها السبعه ونتعامل معاها كمجموعه وليس كجزر منعزله. وعلشان نعمل كده ونحقق الطموح للمساهم اللي هو الدوله لازم ان احنا نقتحم الكثير من المشاكل والتحديات ونمشي في طرق مش ممهده ومش معبده وما نخافش وما نقلقش ونستعين بكل قدراتنا البشرية ونطور عليها القدرات التكنولوجية. وعددت في هذه الجمعية الكثير بعد ما قلنا الرؤية والأهداف الاستراتيجية، حطيت الكثير من المبادرات الاستراتيجية اللي كانت مجرد وقتها حبر على ورق. تمام. كنا دوبك بنبتدي. نعم. والحقيقه انا كنت سعيد جدا المره دي لما رحت الجمعيه ان انا بقول للساده الحضور انه ما فيش ولا حاجه من اللي وعدنا بيها من مبادرات استراتيجيه العام السابق، وزي ما بقول لحضرتك كانت مجرد حبر على ورق، ما فيش ولا واحده منهم لم نقتحمها ولم نبدا فيها. واللي قدرنا ننجز فيها للاخر والوقت سمح لنا بيها حصل، اللي قدرنا ان احنا نقطع فيها شوط طويل وهي لسه قدامها بعد الوقت طبعا علشان نوصل للآخر برضو حصل. وفي النهاية ربنا سبحانه وتعالى لا يضيع أجر من أحسن عمله. نتيجة للعمل في كل هذه المبادرات في نفس الوقت. وأنا لو تذكر حضرتك لما جيت لك شرفت أن أكون معك في البرنامج قلت لك إحنا كأننا ورشة عمل مفتوحة. بالضبط دي حقيقة في كل القبضة وشركاتها السبعة. كل هذا الكلام في الآخر، وعلى فكرة هو لسه ما انتهاش طبعا، لكن تمخض بعد سنة واحدة ولله الحمد في هذا النمو الكبير. والنمو مش بس في الأرباح على فكرة، النمو في النشاط اللي هو في النشاط التأميني. نعم. النمو في نشاط الاستثمارات، النمو في نشاط العقارات، الكثير والكثير من التطوير. ولسه إن شاء الله قدامنا الكثير ولسه نعد وليه الكثير. أنا قلت في الجمعية
انا دايما ومعروف عن عني من اللي حواليا وما بيبقوش مبسوطين قوي، عمري ما بسعد بالوصول الى نقطه ما. دايما بقول طيب بالانجليزي واتس نيكست، ما هي النقطه اللي بعدها، ما هو الخطوه اللي بعدها. لكن انا طلبت من نفسي اولا ان انا اسمح لنفسي ولزملائي ان احنا نفرح يوم واحد بس اللي هو يوم الجمعيه هذا هذه النتائج. أيوه. ثاني يوم ننسى بقى الفرحه ونبتدي ونصحى من 7 الصبح اللي جاي. طب انت عايز تروح فين بقى؟ قول لي بقى. عايز توصل لفين يا فندم؟ يعني طموحك رؤيتك ان شاء الله، ان شاء الله ربنا يديها العمر. لما نتكلم كده السنه الجايه في نفس هذه الايام حالم بتكون فين ككيان يعني؟ انا حالم بكيان اكبر السنه الجايه، اكبر في التواجد، اكبر في الحصه السوقيه، اكبر في طبعا الربحيه، لانها في النهايه هي اللي يعني اكثر حاجه بتهم المساهم اللي هو الدوله ومن حقه علينا ذلك. على فكره وانا قلتها في الجمعيه، احنا بنبقى سعداء جدا لما نوزع ارباح، وزي ما قلت لحضرتك انه في 22% نمو في الربحيه عموما، انا سعيد ان انا اعلن لاول مره من خلال برنامج حضرتك ان كان في حوالي 100% تحديدا 98% نمو في الارباح الموزعه للدوله السنه دي. احنا طلعنا من 700 وحاجه مليون جنيه الى مليار ونص مليون جنيه ارباح موزعه للدوله، مليار ونص، وده رقم ولله الحمد، مليار ونص مليون جنيه ولله الحمد، ده رقم كبير والقفزة كبيرة. وزارة المالية طبعا سعيدة بهذا، طبعا هي المساهم المباشر. تمام. وزارة صالح أعمال طبعا سعيدة بهذا لأن هي مدير الأصل. إحنا سعداء بهذا عشان بنعيد إلى دولة جزء من اللي جميل اللي ليها عندنا. أنا بحلم زي ما حضرتك تفضلت بحاجتين، بحلم إنه السنة الجاية نكون ما زلنا أكبر مجموعة مالية غير مصرفية في مصر، ونكون قطعنا كمان شوط اكبر في ان احنا متفوقين عن كل من هم ورانا. والحلم الكبير اللي انا مش هكون موجود لما يتحقق، لكن ان شاء الله باذن الله يتحقق، وحطيناه كرؤيه للمجموعه، حطيناه كرؤيه مؤخرا على فكره ولسه لم نعلن عنها. ايوه. ان احنا في خلال 10 سنوات من اليوم نكون اكبر مجموعه ماليه غير مصرفيه في المنطقه اللي هي منطقه الشرق الاوسط وشمال افريقيا. الله الله، ده هدف رائع وعايز شغل كتير جدا وكبير جدا. وان شاء الله ان شاء الله فندم تكون موجود ونحتفل سويا برضه ان شاء الله، ويمكن قبل 10 سنين باذن الله يا فندم بهذه الخطوات المتسارعه. اتمنى ان شاء الله. هو اجمل حاجه في هذه الرؤيه ان كل موظف من ال 10,000 موظف كله وزميله وزميل في المجموعه يكون قدامهم هذا الحلم. نعم. ويكونوا بيشتغلوا كل يوم من اصغر موظف الى اكبر موظف علشان يوصلوا له. دي دايما الرؤيه بتبقى ميزتها في كده، انها بتوحد الجميع للوصول الى هدف واحد وهدف طموح، وهو فعلا هدف طموح. ويمكن حضرتك زي ما تفضلت لو مشينا بهذه الوتيره ان شاء الله نوصل لها كمان قبل 10 سنين. يا رب، مزيد من التوفيق، واحنا متفائلين بوجود حضرتك في على راس كيان وطني عملاق وهو كيان مصر القابضة للتأمين بكل ما يتضم من خبرات كثيرة ومتراكمة عبر السنوات. شكرا أستاذ باسل الحيني رئيس مجلس إدارة شركة مصر القابضة للتأمين على مداخلته معانا، وبنهنيهم وبنهني قطاع العمل بالكامل على هذه الإنجازات الكبيرة. وإن شاء الله أنا متأكد هنشوف كده برضو إنجازات في شركة القابضة الكيماوية والمعدنية وكل الشركات القابضة، عشان الناس بتقول لك هو اللي بيحصل في قطاع الأعمال، إيه التطوير، إيه الهيكلة، لا لا، شغل شغل اتعمل. نستنى كده، ادي مع اول سنه شفت حصل ايه، هنشوف ان شاء الله باقي النتائج، وادينا متابعين هذا الملف معاكم، لان ده دي شركاتنا احنا، شركات الشعب. طيب احنا عشان طيب احنا في موضوع كده عايزين نتكلم عن موضوع الخط. طيب استباحه المال العام، بنتكلم بقى دلوقتي عن ال ال ال, ال الشركات العامة وشركات الدولة والمش وملكية الدولة هي ملكية الشعب. الرئيس عبد الفتاح السيسي حذر أكثر من مرة من استباحة المال العام في أي صورة من أي شكل من الأشكال، لكن للأسف في بعض الشخصيات والمواطنين والمؤسسات ما زالت تستبيح وتتعدى على المال العام. تخيلوا مؤسسات عامة تتعدى على المال العام بتاع مؤسسات تاني، صور مختلفة بقى. كلنا عارفين إن أي شركة عامة قطاع أعمال أو قطاع عام
او هيئه او وزاره، هي مملوكه شركه مملوكه للدوله وللشعب، بالتالي اي تعدي عليها وعلى املاكها هو تعدي على ملكيه عامه تخص الشعب وتخص الدوله. المشكله يمكن تتلخص في امرين، الاول هو التعدي المباشر بوضع اليد على ملكيات عامه، والثاني هو تداخل التراخيص مع وزارات اثار وبيئه ومش عارف بترول وقصه زي كده، بالاضافه لوزارات اخرى للحصول على التراخيص، تراخيص الاراضي عشان تنميتها. يمكن الامثله لفتت نظري حقيقي يعني تمثل حقائق صادمه للساده المشاهدين. شركه المعادي للتعمير والتنميه او التنميه والتعمير هي احدى شركات قطاع العمال العام التابعه للشركه القابضه للتشييد. الشركه مخصص ليها ارض منطقه المعادي بالكامل لتنميتها وتقسيمها، لدرجه انه كانوا هم من صلاحياتهم يمنحوا التراخيص البنى والتقسيم والهدم والكلام ده كله. احنا قلنا من صلاحيتها منح تراخيص البناء للاراضي قبل طبعا ظهور المحل الاحياء. بعض اراضي الشركه، بعض المؤسسات والافراد وضعوا ايديهم عليها. على سبيل المثال محافظه القاهره، هيئه الاسعاف، وزاره البيئه، وزاره الاثار، وزاره الاتصالات. كل المؤسسات دي خدت وضعت ايديها، وهي دي اراضي شركه خاصه شركه المعادي. شركه المعادي شركه اقتصاديه. كمان وزاره النقل انشات الطريق الدائري، ولا سالت مين صاحب الارض، ولا ملكيتها لمين، ولا تعود على ايه، ولا عوضت حد، ولا عوضت الشركه. طب هي الشركه تشتغل ازاي وتبقى مش فاهم؟ التعويض ده طبقا للقانون والدستور. طب حاجه تانية هتخليك تتجنن، هل تتخيلوا حضراتكم ان نادي المعادي، نادي البشوات والبرنسات وكل حاجه اللي فيه العضويه بعشرات الالاف، وقيمه ايجار اي محل في الشهر يتعدى عشرات الالاف من الجنيهات شهريا، بيدفع كام ايجار في السنه ايجار النادي لشركه المعادي؟ والله ما هتصدقوا، بيدفع قرش ساغ واحد بس في السنه، قرش، او والله قرش قرش. طب بيجيبوه منين؟ هو في قروش دلوقتي ولا بيجمعوا لهم 300 سنه ويروح مدينه 3 جنيه مثلا؟ مش فاهم. تمام، مش بس كده، تتخيلوا كمان ايجار نادي اليخت، النادي اليخت بتاع برضو الناس الارجاء والكلام ده كله، برضو ايجاره قرش قرش ساخ في السنه، عيب. الطريف ان الشركه طلبت الناديين ارفعوا قيمه الايجاريه، يعني حتى خلوهم 10000 20000 30000 100000 في السنه، يعني في السنه. رفضوا، على الرغم ان الناديين اشتروا مقرات على الدائري ما شاء الله بملايين الجنيهات، بس دفعوا طبعا، اشتروا، لكنهم مستبيحين اراضي شركه المعادي اللي هي شركه الشعب المفروض اللي هي بتاعت الدوله. طبعا الوضع ده والاستباحه دي طمعت بعض المواطنين في اصحاب النفوذ، طبعا يحطوا ايديهم هم كمان على اراضي الشركه في المعادي. على سبيل المثال احد اعضاء مجلس النواب مثلا ورئيس حزب سياسي وضع ايده على 2000 متر وقاعد انتخ كده من اراضي شركه المعادي، تمام تمام، الشركه واخده احكام عليه مش عايز ينفذ. احنا اتكلمنا عن جهه واحده يا جماعه، شركه المعادي ذات ملكيه عامه فيها اراضي ومستولي عليها من جهات اخرى ومواطنين تقدر بمئات الملايين من الجنيهات. تخيل وضع في اراضي زي الاوقاف واراضي الاصلاح الزراعي واراضي وزاره النقل وي وي لاخره، ايه ده؟ يعني ده الكارثه كمان ان الموضه دي مش موجوده بس في الاراضي الحكوميه، مش بس الملكيه العامه المستباحه، ده الملكيه الخاصه، ده احنا بنلاقي ناس شغلتهم كده يضربوا عقود ويبركوا، اسمهم يبركوا على الارض ويحطوا ايديهم على الارض. استباحة الملكية الخاصة، عصابات متخصصة بتضرب العقود وبتوضع اليد على الأراضي. الله، والحكومة فين؟ مجلس النواب فين؟ المطلوب من الحكومة ومجلس النواب تشديد العقوبات وتنقيط القوانين من الثغرات اللي بتضيع الحقوق وبتخلي عملية استرداد وبتبقى شبه مستحيلة. احنا بنتكلم على عشرات المليارات من الجنيهات، دي اقتصاديات يا جماعة. لازم الحاجات دي لازم ناخد بالنا منها. عموما واحنا مش هنسكت على الموضوع وهنتكلم. طيب في موضوع كده لذيذ حصل الاسبوع اللي فات، طبعا قنوات الاخوان اشتغلوا عليه وقعدوا يتكلموا ويتريقوا بقى، ومصر فين الجون بتاعها ومش عارف ايه، وقصه موضوع الغاز والكلام ده كله. موضوع الغاز اللي شغل الناس خلال الفتره اللي فاتت، خصوصا بعد توقيع اتفاقيه خط ميدل ايست بين اليونان وقبرص واسرائيل. طبعا زي ما قلنا القنوات الارهابيه استغلت الموضوع بقى ونشرت اخبار مغلوطه ونشروا شائعات عن نهايه دور مصر في موضوع تصدير غاز لاوروبا، وقعدوا يسفهوا عن جهل بالانجاز المصري في موضوع اساله الغاز، وكانت هناك ردود واضحه ومقنعه بالتاريخ، يمكن افضل الردود اللي كانت موجوده اللي كتبه رجل اعمال مصري محترم هو نبيل عامر. حقيقي كتب رد مقنع ورد محترم، احنا بنحاول نتواصل مع السيد نبيل عامر حالا نعرف القصة، لأني بصراحة هذا الموضوع موضوع يعني لو احنا استعرضنا آراء المتخصصين فيه
اولا مهما كانت اي دوله مش هتكفي احتياجات اوروبا كوب كامل. اوروبا بتحتاج عشرات الملايين، يمكن حوالي 200 مليار متر مكعب من الغاز بتحتاجهم سنويا، ومين هيغطي احتياجاتهم؟ بالتاكيد لازم يكون تحالف هنا وتحالف هنا وتحالف هنا. لكن في النص تلاقوا بقى طبعا مد ايدينا نتفق مش عارف مع تركيا عشان اصله مش عارف نعمل ايه. لا الكلام ده غلط، احذروا. اي احنا اتفقنا على زمان من زمان على قاعده كده، اي خط اي شيء موضوع او قضيه تتناول القنوات الارهابيه دي اعرفوا ان هو في صالح مصر، واعرفوا ان هو مصر جايبه فعلا في جون مش زي ما بيقولوا. عموما احنا طبعا الاستاذ نبيل المهندس نبيل عامر مش متاح، خلاص خلينا نخش على الفقره اللي بعدها عشان كمان وقتنا. بنك التعمير والاسكان. بنك التعمير والاسكان اختار الدور المجتمعي للبنوك المصريه والقطاع المصرفي، هذا الدور اللي تنامى بشكل مستمر. هل يمكن الدور من البنوك اللي بتقوم بدور كبير وهادئ ومركز في خدم المجتمع هو بنك التعمير والاسكان. منح هذا البنك العريق حوالي 12 مليون جنيه لجامعه النيل في الفتره من 2016 حتى نهايه 2019. الجامعه قامت بالافتتاح الرسمي لمعامل الهندسه المدنيه في جامعه النيل، والسيد حسن غانم رئيس مجلس بنك التعمير والاسكان قال ان البنك بيعمل على تقديم الدعم المطلوب لجامعه النيل. الدعم ده المقدم ياتي بخلاف المشاركه في مبادره رواد النيل برعايه البنك المركزي المصري. واشار غانم الى ان اوجه التعاون مستمره بين البنك والجامعه خاصه بعد النجاحات اللي تم تحقيقها خلال الفتره الاخيره. واشار كمان نقطه مهمه ان حوالي 75% من البرامج المجتمعيه الخاصه بالبنك بتوجه للصحه والتعليم. كاميرا امن الوطن كانت هناك حضرت وسجلت لكم التقرير ده. هنطلع نشوف التقرير ونخرج فاصل ونرجع مع ضيفنا الاستاذ احمد ابو السعد عضو مجلس اداره البورصه المصريه. فاصل. بدأ من سنة 96 تقريبا، وعبارة عن منح بتتقدم للجامعة. زي ما احنا عارفين جامعة النيل جامعة أهلية لا تهدف إلى ربح، فبالتالي بتكون دايما محتاجة لدعم من المجتمع اللي حواليه. احنا كان لينا الشرف ان احنا تبرعنا للمعامل، ست معامل تساعد الطلبة كلية الخاصين بكلية الهندسة المدنية، وكنا في تور دلوقتي واتفرجنا عليهم، حاجة هتفرح جدا وهتساعد الطلبة ان هي تكون افضل وتتقدم في حياتها العملية وبعد كده لما في حياتها التعليمية، بحيث ان هي لما تخرج بعد كده للحياة وللمجال العمل تكون مسلحة ومجهزة ان هي تشتغل في الحياة العملية بتاعتها. خطة البنك 2020 هي خطة توسعية. الحمد لله احنا اربحنا في ازدياد. 2019 سنة جيدة بالنسبة للبنك. بالنسبة ل 2020 احنا بنكمل نمو عشان الحصة السوقية بتاعتنا تزيد. المساهمين دايما هم اللي احنا بنهتم بيهم لان هم في الاخر عايزين ارباح. الخطة بتاعتنا هي الاتجاه ناحية الديجيتاليزيشن. حضرتك عارفة النهاردة البنوك بشكلها القديم اللي هو الفرع يبقى 1000 متر و2000 متر و3000 متر ويكون في عدد موظفين كتير. النهاردة مع الديجيتاليزيشن الفروع بقت حجمها أقل، عدد الموظفين أقل، والاهتمام أكتر على الاي تي. فده اتجاهنا، موبايل بانكينج، انترنت بانكينج، كروت ميزة، الكروت مسبوقة الدفع بتاعتنا، يعني كله هيتجه ناحية
الديجيتاليزيشن. جامعة لها يعني احنا يوم سعيد لاننا بنحتفل النهاردة بالعيد 13 للجامعة، لكن الانطلاقة الحقيقية حصلت بعد ما دخلنا المباني الجامعة المنشأة لها منذ عدد من السنين، وابتدينا نهيئ المعامل بتاعة كل التخصصات اللي احنا مهتمين بيها. الجامعة هي أول جامعة أهلية بحثية ريادية في مصر. الجامعة الأهلية دي مهمة جدا، لأن الجامعة الأهلية هي الدولة دلوقتي يعني بتركز على إنشاء الجامعات الأهلية، وأنشأت الدولة فعلا عدد من الجامعات الأهلية في عدة مناطق في مصر، لكن جامعة نيل كانت هي السباقة وهي الرائدة في هذا المجال. الجامعة الأهلية هي جامعة لا تهدف لدفع إطلاقا. النهاردة اليوم السعيد أننا بنحتفل مع بنك الإسكان والتعمير اللي هو أحد داعمي الجامعة، لأن الجامعة الأهلية بتعتمد إلى حد كبير جدا على دعم المجتمع المدني للجامعة، فالمجتمع المدني عن طريق المسؤولية الاجتماعية، بعض الشركات والبنوك ويعني الأفراد حتى بيدعموا الجامعة الأهلية لتحسين المستوى التعليمي وتحسين العملية التعليمية كلها. وبنك الإسكان والتعمير له دور فعال مع الجامعة عن طريق المسؤولية الاجتماعية للبنك إنه دعم معامل الجامعة. فالنهارده بنفتتح معامل الهندسة المدنية، ودي معامل على أعلى مستوى، يعني الأجهزة والتجهيزات والمعدات الموجودة فيه هي آخر ما توصل له يعني العلم في هذا الموضوع. الحقيقة احنا بنشكر بنك الإسكان والتعمير على الدعم المستمر للجامعة في هذا الموضوع، ويعني بنشجع الأماكن الأخرى من الشركات والمؤسسات وغيرها أنها تدعم التعليم، لأن هو التعليم هو قاطرة التقدم بالنسبة لمصر في المستقبل إن شاء الله. اهلا بيكم. احنا كتير بنسمع عن صناديق الاستثمار، بنسمع وبنشوف ان احنا دايما اللي بالناس بتتابع دول اوروبا ودول الغربيه ودول كبيره الاقتصاديه الكبيره، دايما كلمه صناديق الاستثمار دي موجوده بشكل كبير جدا، لها دور كبير. طيب احنا هنا في مصر، واحنا انا بعتبر احنا بنعيد بناء الاقتصاد المصري مره تانية ونجدد بناؤه وتقويته على اسس متعدده وبعد تجربة إصلاح اقتصادي عميقة جدا. النهاردة احنا معانا ضيف مهم جدا، هو يدير واحدة من أكبر شركات صناديق إدارة صناديق الاستثمارات، شركة دولية كمان، عملوا حاجة جديدة خالص في مصر هنا ممكن لفت نظرنا كلنا، صندوق استثماري خيري. أنا نفسي لما شفت كده استغربت يعني، لكن واضح إن في كلام كتير ممكن يتقال. هنتكلم مع ضيفنا النهاردة عن حاجات كتيرة جدا، عن الاقتصاد 2020، عن تأثير اللي بيحصل حوالينا على مصر، ازاي احنا بعد تجربة الاصلاح الاقتصادي الموجودة اللي احنا ما زلنا بنبدأ في مرحلتها التالية اللي موجودة دلوقتي، وهي الاصلاح الهيكلي والاهتمام بالصناعة والاهتمام بالمبادرات الصناعية والسياحة والكلام ده كله، اللي بيحصل ده كل ده ازاي نقدر يعني نقدر نعمل نقول ايه، نجني ثمار ما يحدث. ضيفي وضيفكم النهاردة ضيفا عزيزا صديق العزيز الأستاذ أحمد أبو السعد، أحد الخبراء الاقتصاديين الكبار، العضو المتدرب بشركة أزيموث للصناديق إدارة صناديق الاستثمار. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا أستاذ عزيز، منورنا. ربنا يخليك بنور.
يعني عايزين قبل ما نخش بقى في صناديق الاستثمار والكلام الكبير والمفاجآت الرائعة اللي ممكن حضرتك ممكن تتكلم فيها او ممكن ناس كتير يسمعوها لاول مرة، رؤية شاملة للاقتصاد المصري، رؤيتك في 2020 خلال الفترة الجاية. بسم الله الرحمن الرحيم. هو طبعا عشان ان احنا نتكلم على الرؤية الاقتصادية ل 2020 لازم نشوف الاول حصل ايه في خلال الثلاث سنين اللي فاتوا. تمام. لان ثلاث سنين كانوا صعبين جدا، كان اصلاح مالي ونقدي يعتبر عنيف جدا، وكان امر لابد منه لان احنا كنا وصلنا لمرحلة ما عندكش حاجة قدامك غير ان انت يا تعمل اصلاح جذري يا اما كان هتبقى المشكلة تتفاقم وهتقعد لعقود قدام. فبالتالي في نوفمبر 2016 تم اتخاذ القرار بمنتهى الجرأة بالتعويم الكامل للجنيه المصري وباصلاحات مالية ورفع الدعم وما الى ذلك من كافة الاصلاحات اللي هي حصلت في يوم واحد. الكلام ده صحبوا ارتفاع في اسعار الفايدة بحوالي 7% في خلال 6 شهور، ونتج عنه في الاول الى فترة عدم زي ما بيسموها ايه عدم استقرار في الاسعار، ونتج عنه حالة تضخم حادة وصلت في يوليو 2017 الى فوق تجاوز 30%. 34 او 32 شوية. تجاوز 33%. فدي كانت المرحلة اللي بنسميها مرحلة الصدمة. انت عملت حاجة كنت بتحاول تعملها من السبعينات وما كنتش عارف تعملها. لأول مرة كنت تعملها. كان الحقيقة المشاهد لهذه الإصلاحات عنده تساؤلات حوالين مدى جدية وإصرار الحكومة المصرية في تنفيذ هذا الإصلاح برغم من الضغوط الاجتماعية اللي ممكن تنتج عنه، واللي بالفعل حصل العديد من الضغوط خصوصا في مرحلة الغلاء وفي مرحلة قلة الطلب المحلي نتيجة لضعف القدرة الشرائية للمواطن. إلا أن الحكومة المصرية بمنتهى الأمانة فاجأت الجميع بان هي اصرت على المضي قدما في مرحله الاصلاح الاقتصادي بكل قوه وبالتعاون مع منظمه مع الاي ام اف مع صندوق النقد الدولي، مش من خلال بس الاموال اللي اقترضناها منها لحوالي 12 مليار دولار، ولكن من خلال تطبيق ومراجعه دوريه لبرنامج اصلاح احنا اللي مقدمينه وهو بيباشر معانا مدى تقدمنا في هذا الملف. جينا بعد كده الحقيقة في بداية من 2018 لقينا ان الاوضاع ابتدت تسمح لنا بان احنا نخفض اسعار الفايدة في فبراير ومارس 2018، فخفضنا 1% و1% في فبراير ومارس، وكان من المنتظر ان نستمر في عملية التيسير النقدي خلال باقي 2018، انما اصطدمنا للأسف بموجة سيئة بتعم الأسواق الناشئة نتيجة للي حصل في مايو 2018 في الأرجنتين وتركيا. أدى ده إلى أن البنك المركزي يتوقف عن عملية التيسير ويبتدي يوقف عملية نزول سعر الفايدة تخوفا من هروب الأموال إلى أسواق متقدمة من الأسواق الناشئة. فبالتالي اتعطلنا لفترة على مستوى تخفيض سعر الفايدة. هل ده أخر الاقتصاد؟ لم يؤخر الاقتصاد، بل استمرت المؤشرات الاقتصادية على المستوى الكلي في التحسن المستمر. الكلام ده مع بداية 2019 حصل انفراجة في الأسواق الناشئة وابتدى يحصل تدفقات أموال جديدة إلى الأسواق الناشئة، وبالتالي مصر كانت في ظل التحسن المؤشرات الاقتصادية كانت مؤهلة إلى أن هي تنال نصيبها من استثمارات الأجنبية في داخل السوق المصري، واللي بالفعل أدى إلى ارتفاع حصيلة رصيد الأجانب في استثمارات في ادوات الدين المصريه يمكن من حوالي 19 مليار في بدايه 2019 لرقم يتجاوز الليله 4 يصل الى حوالي 24 مليار بنهايه 2019، وبالتالي دي كانت ضخمه جدا. تزامن ده مع ان البنوك المركزيه على مستوى العالم بقياده الفيدرالي الامريكي ابتدت تمشي في عمليه تسيير نقدي وتبتدي تخفض اسعار الفايده، فبالتالي سنحت الفرصة للبنك المركزي اللي كان واضح جدا ان هو نفسه ان هو ينزل اسعار الفايدة بس مستني الظروف تكون مناسبة، فبالتالي توفرت له الفرصة المناسبة، فبالتالي قام بتخفيض 4.5% خلال العام، ويمكن منتظر ان يستمر في هذا الاتجاه خلال عام 2020. طيب النهاردة احنا طلعنا بعد سعر بعد التعويم 7% نزلنا منهم 6.5% already، فاضل 0.5% ويبقى انا وصلنا لمرحله
ما قبل التعويم. نعم. اللي اتمنى ان هي تحصل يوم الخميس الجاي ان ما كانش نطمع في اكتر من كده، وخصوصا ان سعر الفايده الحقيقي في مصر، سعر الفايده الحقيقي هو بيمثل سعر الفايده الاسمي. نعم. مخصوم منه التضخم، ففي ظل تضخم في المستهدفات بتاعته، احنا بنتكلم النهارده في 7%، وفي ظل فايده النهارده بنتكلم في صافي فايده حقيقي حوالي 5%، فاصبح عندك 5% براح ان انت تنزل فيهم بدون ما تخاف من هروب الاموال للاسواق اللي حواليك، لان كلهم مستمرين في تخفيض سعر الفايده. تمام. فبالتالي حتى النهارده حضرتك ذكرت في المقدمه مزيد من الانخفاض في سعر الدولار الامريكي، وده نتيجه لتدفقات اضافيه جايه من الاجانب، من محفظه الاجانب في ادوات الدين، دخلت النهارده الى السوق المصري ومنتظر ان هي تكمل. فحتى لو انت نزلت سعر الفايده انا مش قلقان على الرصيد بتاعنا. طيب. وخصوصا ان البنك المركزي اصبح عنده احتياطي نقدي اجنبي معدل تاريخي 45 وشويه مليار دولار، فده الصوره الجميله. طيب. للاقتصاد الكلي. هايل. هل ده انعكس على النشاط الاقتصادي؟ ده سؤال مهم قوي. ما كنت اساله لك يعني، لان انا بتساله على طول بصراحه. ما هو اصل هي الفكره كلها ايه؟ الصوره من بره بمنتهى الامانه كل المؤشرات شكلها كويس جدا. معدل عجز نازل، عملت فائض في البرايمري بادجت بتاعتك. طيب. عملت معدل بطاله نزل، كل المؤشرات الداله الاقتصاديه، كل مؤشرات الاقتصاد الكلي في تحسن كبير جميلة جدا. طيب للاسف. أيوة. الكلام ده كان مدعم بالانفاق الحكومي في كل المجالات. تمام. طيب واضح جدا ان في مشكله في حاجتين، في جذب الاستثمار بتاع القطاع الخاص. تمام. وفي مشكله في الطلب المحلي نتيجه لضعف القدره الشرائيه للمواطنين، بالاضافه الى ان المواطنين مش عايزين، تحس ان هم عندهم مش عايزين يصرفوا من الاموال اللي هم بيحتجزوها نتيجه لوجود ما زلنا في اسعار فايده عاليه مرتفعه. لا عشان كده لو ناخد بالنا وكل اللي حضرتك بتتكلم فيه في المقدمه وكل على الاخبار، لجنه الوزاريه وبنتكلم لجنه تشجيع الاستثمار، كله بيتكلم في موضوع الملفين دول. بالزبط. ازاي اشجع الاستثمار بتاع القطاع الخاص. نعم. وخاصه القطاعات الصناعيه والانتاج. بالظبط. وخاصه القطاعات الانتاجيه والصناعيه. نعم. ثانيا ان الهدف ازاي ان انا احفز الطلب المحلي، لان احنا هنلاقي ان المؤشرات بتاعه القطاع النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص الغير نفطي هنلاقي ان هي في ادنى مستوياتها. اه تمام. يعني دي نقطه ضعيفه جدا. طبعا. هنلاقي ان مؤشر المشتريات اللي هو بيقيس في نشاط الشركات في اعطاء اوامر شراء لطلبيات جديده تحت معدل الخمسين، وهو يدل على ان احنا مازال مش في مرحله تعافي اقتصادي على مستوى النشاط القطاع الخاص. فبالتالي اصبح مما لا شك فيه ان انت لن ينصلح حال الاقتصاد المصري. انت خلصت مرحله صعبه، بس عشان تكتمل لازم ان القطاع الخاص والاستثمار المحلي والاجنبي المباشر يبقى انا ما بفكرش في حاجه غيره. اللي هو بيحتاج ايه حضرتك؟ المناخ اللي سعادتك اتفضلت واتكلمت عنه. اللي هو بيحتاج المناخ مش مجرد شعور، المناخ ده يعني مومنتم او زخم يبقى جاي من كل اجهزه الدوله. صحيح. ان هي تشتغل على هذا الملف، وان يبقى في نوع من انواع الهرموني او التناغم كده. بالظبط. لان كل يؤدي في نفس اتجاه يجيب الجون ازاي يعني. الحقيقه برغم المجهودات الكبيره للحكومه على هذا الملف، انما تحس في جزر منعزله، مفيش التناغم ده. ما تحسش ان في مايسترو او ان في تناغم، ان الدنيا دي كلها بتكمل بعضها. ما زال هذا ينقص، ولا اعتقد قد يكون التعديل الوزاري اللي حصل بان ملف الاستثمار يبقى مع معالي رئيس الوزراء، وان يبقى في لجنه وزاريه كمان يدخل فيها اطراف تانية غير الحكومه من البنك المركزي وخلافه. تمام. ويكون في لقاءات مع المستثمرين ويكونوا مختلفين زي ما حضرتك تقول. نتمنى ان هذا يكون بدايه، واللي واضح جدا في المبادرات المختلفه اللي حصلت، ال 100 مليار بتاع النشاط الصناعي، 5% ال 50% ان انا ازاي 50% لمديونيه الافراد. بنتكلم في التمويل العقاري، بنتكلم في غير كده مش عمره ما هيبقى فيه تحسن يحسه
رجل الشارع واحنا هنا في برنامج انا المواطن عشان يحسوا المواطن ده اللي لازم ياخد هنا. موضوع مهم جدا يمكن ما اعرفش احنا بنستحي ان احنا نتكلم عنه. الاصلاح الاقتصادي في مصر انا شايف ان هو مربوط بحاجه مهمه جدا. البيئه الضريبيه في مصر. ايوه البيئه الضريبيه في مصر للاسف ما ينفعش ان انا النهارده جايب شركه عايزه تستحوذ على شركه مثلا بتعمل في النشاط في اي نشاط اجي الاقي لازم ان الشركه دي لسه عندها مشاكل من 2002 و2003. ازاي الكلام ده؟ انا للاسف مش شايف اي شغل على الملف الضريبي ده، وشايف ان احنا للاسف ما اشتغلناش على توسيع القاعده الضريبيه وبنشتغل مجرد على ان احنا ازاي نضيق الخناق اكتر. مش حاسس ان في شغل على هذا الملف، بالاضافه الى ملف الغاز المطروح، الى ملف الغاز المطروح الخاص بالصناعات المختلفه اللي بالفعل حصل حصل تخفيض من 7 دولار الى 5.5، الا ان اللي تحس ان هو عارف لما حد بيعمل حاجه هو عاملها على مدض. انا شايف النهارده بتاعت وزير الماليه بتهيألي كان مصرح قايل بندرس تخفيض اسعار الطاقه برضه. يا ريت الحقيقه تصريح مهم جدا، ونشكر وزير الماليه عليه، تصريح مهم جدا، واعتقد بينم ان اول مره يطلع تصريح من وزير ماليه في هذا الشان. دي حاجه الاول بيخافوا يصرحوا على رايك انت التخفيض، احنا خدين دايما الحاجه تعلى وما تنزلش تاني. لا لا في كمان في الاحاديث الجانبيه كنت هتحس ان هو ان ده استجابه لضغوط وليس عن قناعه. عشان بس نبقى متفقين. فبالتالي انا النهارده لازم يكون كل تفكيري منصب على ازاي احفز الاستثمار من خلال المناخ او البيئه اللي حضرتك بتتكلم فيها، ومن خلال احداث يعني اصلاح هيكلي لمنظومه الاستثمار اللي نتمنى ان بما ان الملف ده اصبح مع معالي رئيس الوزراء نفسه ان هو يشهد طفره ويشهد التناغم بقى، وان في المايسترو النهارده بقى اللي بينظم كل الشغل بتاع الوزارات المختلفه لصالح هذا الملف. جميل قوي، هايل. طيب ال ال ال, ال احد المرايات دايما انا كان اشرف سلمان لما كان وزير الاستثمار فكان البورصه، فكان يقول لي يا البورصه مرآه للاقتصاد، وهي دايما بتسمى الاقتصاد باربع خمس شهور صحيح. تمام. طيب يعني ما انعكستش. طيب يعني لازم تنعكس، يعني ما مش شايفين حاجه. اقول لك اداء طبعا مخيب للامال في الاسهم، مش عارف ايه الكلام ده كله ليه؟ اقول لحضرتك. طيب خلينا نقول مرآة للاقتصاد القادم. تمام. زي ما حضرتك قلت اربع خمس شهور فهي بتسبق. تمام. طيب لو انا عندي البورصة المصرية من سيء الى اسوأ من مايو 2018 الى يومنا هذا برغم تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، وبرغم الاجراءات اللي بتقوم بها القائمين على السوق من بورصة ومن هيئة، لان ما فيش حد مستفيد من الوضع ده عشان بس نبقى في الصورة، محدش مستفيد ولا ناس بيشتغلوا في الصناعة ولا قائمين على هذا السوق برغم المحاولات، ان هذا ما انعكسش على السوق المصري. تعال نقسم السوق المصري لجزئين. جزء خاص بشركات نتائج اعمالها اصبحت سيئة للغاية برغم تحسن مؤشرات الاقتصاد، ودول يعني ممكن نقعد نحصر فيهم. تمام. في قطاع البتروكيماويات وفي قطاع الحديد، يعني لو استبعدنا قطاع التعليم وقطاع البنوك وقطاع الصحة مش هتلاقي قطاع كان مستفيد. ماشي. فده هيعكس الجزء اللي احنا اتكلمنا عليهم اللي هو ايه، ان نشاط القطاع الخاص ازاي اتضر وازاي ان هو ما استفادش من النشاط الاقتصادي اللي منتظر يتحسن مع الاصلاحات الجديدة ومع تخفيض سعر الفايدة ومع كلام. بس. فلا للاسف دي شركات حالها بقى اسوأ، فبالتالي اسعار اسهمها بتعكس الاداء المالي واداء ادارات هذه الشركات. ادي جزء. طب في جزء تاني انتفع واستفاد ونتائج اعماله يعني كبيرة احسن الى احسن. بالظبط. الا ان هي برضه سعرها ما اتحسنش. دي حقيقة. باستثناء واحد بس. وفي اسهم اساسا سعر السهم الكاش اللي فيها يساويه يعني. باستثناء سهم واحد بس يمكن اللي هو الناس بتستسهل عشان بتاخده هو الاكثر سيوله فبتستسهل فيقول لك اخد الاكسبوجر بتاع مصر في البنك التجاري الدولي. ما هو ده عليه سؤال. ما طبعا. طيب حتى الشركات اللي ادائها المالي كان متحسن جدا وهي مستفيده من الوضع الاقتصادي القائم برضه اسعار اسهمها ما تاثرتش. طيب. ليه؟
لان في احجام من المستثمرين محليا واجنبيا عن الاستثمار في البورصه المصريه. بس حضرتك لا بس في انباء الاسبوع اللي فات كان معايا الاستاذ احمد شمس. احمد هيرمس ورئيس طرهوس فبنتكلم في موضوع البورصه فقال الغريبه ان ال 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 الاجانب قاعدين ولابدين وكبشرين كده في حته كده في البورصه ومسكين واللي بيبيع المؤسسات المصريه وهنا والافراد. يعني ايه اللي برضه يعني اعتقد الكلام في 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 محتاج بس يتعمل له فاين تيونينج كده او يعني ضبط للكلام. أنا الاجانب اللي انا بقول ايه في احجام عن تدفقات جديده خلي بال حضرتك. الاجانب اللي انت بتتكلم عليهم هم الاجانب الموجودين في السوق المصري بقى لهم فتره طويله اللي هم دخلوا من 2016 من قبل التعويم بدل ما هم كانوا واقفين في الطابور مستنيين الدولار بتاعهم قال لك ايه ادخل السوق واخد الطلعه بتاعه السوق المصري. انما النهارده الاجانب دول نفس الاجانب اللي حضرتك بتتكلم عليهم هم بيجوا بيقابلونا اكيد وهم اكتر ناس مستقين اكتر مننا. هو ليه السوق بتاعكم ما بيعكسش؟ هم بييجوا يتكلموا معانا ولسه كان في لقاء من 3 اسابيع مع 5 من اكبر مستثمرين اجانب واكبر صناديق اجنبيه المستثمره في مصر وهم بيسالوني نفس السؤال بمنتهى البساطه. طب ليه الاجانب دول نفسهم اللي هم عارفين السوق المصري وحافظينه وشايفينه وشايفين مقتنعين بالستوري بتاعت مصر اللي فيه ليه ما بيزودش في مصر؟ بالظبط لعده اسباب. ايوه نمره 1 الملف الضريبي الشائك اللي في 120/20 ملف الضريبي الشائك. طبعا انت عارف حضرتك ان من ايام وزاره الاستاذ هاني ادري دميان واحنا طلعنا باختراع اسمه ضريبه على البورصه وده كان اختراع ما تفهمش جه من اساس على غير ما حد على غير المتبعه في كافه الاسواق الناشئه فخلت السوق المصري في وضع مزري. لما جينا لغيناها قمنا جايين لغيين الارباح الراسماليه اللي ما عرفناش نطبقها وقمنا مطبقين ضريبه الدمغه. وضريبه الدمغه احنا عارفين بكل حال من الاحوال ان اتحكم بعدم دستوريتها وان هي قاعده بتاكل من راس مالك من غير ما تكون انت حققت فانت ممكن رايح جاي بتدفع فانت رايح جاي فبالتالي انت كمان قضيت على الافراد اللي هي كانوا ايه اللي هم كانوا بيمثلوا الجزء الشريحه الاكبر من المستثمرين. طيب لما جيت النهارده عندك الاعفاء بتاع الارباح الراسماليه هيخلص في 120/20 يعني كمان 4 شهور. نعم. ولغايه النهارده ما اتكلمناش في الموضوع بل بالعكس في عده مقترحات رايحه يمين وشمال لا نرجع ضريبه نخلي ضريبه الدمغه على الاجانب والمصريين نعمل لهم ارباح راسماليه لا ما نعملش ايه فاحنا قاعدين بنلف وندور دايما القرار بيطلع قبلها بساعه لا لا واحنا كمان قاعدين بنلف وندور يعني قبل ما ينتهي المهله بساعه يطلع القرار. طب ما ده انا 4 شهور انا عايز اقول لحضرتك انت كمان بتلف وتدور ازاي تطبقه مش ازاي ان انت تتخلص منه. البورصه المصريه عشان تقوم لازم يطلع قرار جريء ما فيش حاجه اسمها ولا ضريبه دمغه ولا ضريبه ارباح راسماليه واي حد بيقول غير كده يبقى احنا بنضيع وقتنا. اي حد يقول حاجه تانية غير كده اسمح لي اقول له حضرتك ما نتكلمش عن البورصه وندور على مجال تاني. لان النهارده لما كل البورصات تاني مش احنا كنا لسه بنتكلم عن محفظه الاستثمارات الاجنبيه في الاذون والسندات وفرحانين بالرصيد الحاجه و20 مليار دولار طب ليه الكلام ده ما دخلش البورصه المصريه؟ تمام لا وقلنا ان دايما الناس بتبص انا راجل مدير اسواق ناشئه فبدور على طب اروح السوق ده ولا اروح السوق ده؟ طب ايه اللي يخليني اخش في الهسل وفي المشاكل والصداع اللي في السوق المصري ده عشان في الاخر انا مش عارف معالجه الضريبه هتبقى عامله ازاي والاقي نفسي بيتاخد مني ضرائب رايحه جايه. يعني انا بدفع ضرائب على ضريبه الدخل على الشركات وبعدين ادفع ضريبه على التوزيعات وبعد كده ادفع ضريبه دمغه على التعاملات وبعد كده عايز اطبق عليا ضريبه ارباح راسماليه. لا احنا بنهزر يا ناس ده منفر. ادي حاجه الثانيه هو انا كراجل مستثمر معايا شويه فلوس ده انا لو جالي 100 مليون دولار هختار احطهم فين في السوق المصري؟ السوق منعدم السيوله. تعرف حضرتك من بعد 2011 وخروج العديد من الشركات الكبيره اللي كانت براس مال سوق كبير السوق المصري كان بيمثل جزء مهم جدا من مؤشر الاسواق الناشئه. النهارده بقينا تاني ادنى وزن في مؤشر مورجان ستانلي للاسواق الناشئه بنسبه لا تتجاوز الواحد من الالف يعني 0.1%. فبالتالي ما عنديش اللهم الا 3 شركات في مؤشر مورجان ستانلي اللي هو السي اي بي والشرقيه والسويدي ما بقاش في غير 3 شركات في الوقت اللي كان زمان بيبقى عندنا 8 و9 شركات بيمثلوا. احنا زمان كنا بنعاني وبنقول ده في 5-6 شركات مستحوذين على 50% من السوق المصري وكنا زعلانين. النهارده بقى سهم هو اللي بيمثل 40% من السوق المصري. فبالتالي اي مستثمر اجنبي ذو ملاءة مالية عشان يدخل يستثمر في السوق المصري
مش هيلاقي شركات ليها احجام يستثمر فيها. كل الشركات احجامها رؤوس اموالها صغيره جدا، فبالتالي الناس تعمل ايه؟ عجباني الستوري بتاعت مصر اخش اشتري سي اي بي. ده السبب، غير ان الشركه ادائها حلو وكده، مفيش شركات تانية ادائها حلو طبعا. طب ما انا عندي بنك من البنوك بيشتغل على مضاعف ربحيه 1.5 ومضاعف قيمه دفتريه نص، يعني ايه؟ يعني سعره في السوق نص الفلوس اللي عنده. يعني لو اشتريت البنك كله هيجيب لي بارباح، هيجيب لي بعد سنه ونص سنتين هيجيب لي ثمن البنك كله. دي ارقام، ليه ما حدش بيشتريه؟ ففي حاجات امثله فجه بتنم على ان من غير سيوله انت محدش هيجي لك. فبالتالي عشان كده تشجيع الطروحات الحكوميه وخاصه الكبيره هو الهدف. احنا اتبعنا للاسف سياسه في موضوع الطروحات ده من اول يوم في 2016 للاسف كان خطأ، ان احنا اتجهنا للشركات المقيدة بالفعل عشان خاطر دي اسهل في اجراءاتها. احنا بصينا احنا عايزين ايه، ما بصيناش المستثمر بره عايز ايه. يعني حاجة تقول لي ايه دايما ايه عملية عرض وطلب، انا اشوف الناس عايزة ايه وجيلهم. انا ان ما كنتش انزل بافضل بضاعة عندي اعرضها على الناس حدش هيجيلي. هو اللي كان عايز يشتري شرقية للدخان ما كانت قدامه موجود لو عايز، واللي عايز يشتري اسكندرية ما هي موجودة على فكرة في السوق. لما احجام كبيره النهارده انا لازم انزل بافضل ما عندي، الا وهي البنوك، الا وهي حاجه كبيره. بس السعوديه ما فيش بنك فيها ما بقاش في السوق، ما بقاش في السوق السعودي. بعدين لا يضرك 10 20% من ملكيه بنك، 30% مش انت مش عندك 20% من بنك اسكندريه لسه ممتلكهم بالظبط بتوع ايه؟ بنك القاهره اللي بنتكلم فيه من 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 من, من 10 سنين. بنك العربي الافريقي حاجات كتير، حاجات كتير. احنا النهارده حتى لما جينا بنبص على الشركات القائمه احنا بندور على شركه زي ابو قير اللي هي شركة وحيدة من كل الشركات اللي هم هيطرحوها المقيدة بالفعل اللي راس مالها السوقي كبير. لو زودت الفري فلوت بتاعها، لو زودت التداول الحر بتاعها ممكن تدخل مؤشر مورجان ستانلي. بس انا ليه هطرحها النهارده وهي ب 21 جنيه في السوق، في حين ان الستوري بتاعت نزولها السوق، ويمكن انا عارف ان في بعض المسؤولين هيزعلوا مني من الكلمة دي، بس انا تاني برجع واقول انا لو صاحب مال انا الستوري كلها قايمة على ان انا احرر سعر السماد. احرر سعر السماد، السعر يطلع ابيع الشركه، فبالتالي تدخل مؤشر مورجان ستانلي، زودت مؤشر مصر في مورجان ستانلي. فدول سببين، ضرايب، سيوله. طيب بصراحه دي بالحريه دي بصراحه انا قاعد بستمتع بالحوار اكيد زيكم مع الاستاذ احمد ابو السعد. هنخرج فاصل اعلاني، هنرجع نتكلم عن صناديق الاستثمار بقى، وفين صناديق الاستثمار من مصر؟ ما بنسمعش عنها حاجه خالص. هل هي مشاكل هي التانيه كمان، ولا هم اللي مقصرين، ولا ايه القصه؟ فاصل ونرجع لكم. احنا دايما بنتابع وبنشوف زي ما قلنا في مقدمه تقديمه الفقره الحواريه صناديق الاستثمار، دايما بنشوف كده نقول لك ايه ان مصر استقبلت وفدا من مجموعه من صناديق الاستثمار العالميه كذا، لان الاستثمار صناديق الاستثمار هي نوع من المستثمر بس مش الفرد، بشكل مجمع عندها قوه، عندها ملاءه ماليه، بتنتقل اسواق تخش فيها، بتخش بتاخد الفرص الاستثماريه المتاحه الى اخره. طيب اين هذه الصناعه من مصر؟ يعني لغايه دلوقتي انا بصراحه في المجال، ولكن يمكن يعني لما نلاقي صندوق استثمار كده يعني فين وفين؟ طب ليه؟ في مشاكل؟ ايه اهميه وجود مثل هذه الصناديق؟ وايه اهميه ان احنا نصنع صناديق؟ وان احنا واهميه كمان نهيئ المناخ لاستقطاب صناديق استثمار عالميه تيجي تستثمر في مصر؟ شوف عندنا المشروعات الكبيره الموجوده والى اخره. ضيفي بالتاكيد هيجاوبني على هذا السؤال. اين صناديق الاستثمار من مصر؟ قبل بقى الخيرين. قبل الخيرين. طيب. صناديق الاستثمار في مصر هي صناعة تعتبر قديمة قدم سوق المال في عهده الجديد. أول صندوق استثمار كان اتعمل سنة 94. يعني احنا النهارده مفروض نكون احتفلنا باليوبيل اللي بيسموه ايه؟ ال 25 الفضي. الفضي تقريبا. لصناديق الاستثمار. للأسف 25 سنة كان النتاج بتاعهم مش افضل ما يكون، على الرغم ان احنا لغايه 2007 كان حجم صناديق الاستثمار في وصل لحوالي 70 مليار جنيه.
تمام. من 2008 الى يومنا هذا فضل هذا الرقم يتدهور لغايه لما وصل تحت ال 30 مليار جنيه. رجع يرد شويه تاني، النهارده بنتكلم في حدود 40 مليار جنيه. لو احنا جينا قومنا ده بالدولار طبعا الارقام تضحك. طب بنتكلم في 2 مليار دولار، حاجه زي كده، بنتكلم 3 مليار دولار، 2.5 مليار دولار، رقم هزيل، وخصوصا لو جينا قارناه باجمالي الناتج المحلي. برغم ان عدد الصناديق زاد، برغم ان انواع الصناديق من ناحيه نوعيه الاصول اللي بتستثمر فيها اختلف، تمام، برغم من ان مديرين الاستثمار للصناديق عددهم زاد، برغم من دخول ناس كتيره جديده الى هذا السوق، طيب هنلاقي ان صناديق الاستثمار برغم اهميتها لاي سوق في العالم الا ان هي ليست على رادار او على قائمه اولويات الدوله، تمام، زيها زي حاجات كتير. بس كمان هنا انا عندي مشكله ان الدوله نفسها هي فاقده الوعي بمدى اهميه صناديق الاستثمار كاستثمار مؤسسي مجمع لاموال الافراد. يعني في الجزء الاول بنقول ايه؟ احنا عايزين نحفز الاستثمار، نعم، محلي واجنبي. فبالتالي طب انا الاستثمار ده هو مش لازم المؤسسات اللي هي معاها فلوس كتير وكلام ده، ما في الافراد المواطنين، في ال 100 مليون بني ادم، الافراد اللي معاها فلوس، الناس اللي عندها مدخرات اللي مرميه في الودايع في البنوك، دي حقيقه. هل انا النهارده لماذا لم تستطع صناديق الاستثمار جذب اموال الافراد؟ بمنتهى البساطه هم سببين رئيسيين. اول سبب ان صناديق الاستثمار في العالم كله بيبقى ليها مزايا للمواطن، بمعنى ان انا بتوفر لي ان انا استثمر في ادوات انا مش هعرف استثمر فيها لوحدي، فلازم استثمر فيها من خلال صندوق استثمار احنا ما عندناش لان ما فيش ادوات. طب ان الاستثمار من خلال صندوق استثمار هيضمن لي ان انا بقى اعامل ضريبيا بشكل افضل. احنا بالعكس، المعالجة الضريبية لصناديق الاستثمار كارثية وبتحط الصناديق في وضع تنافسي سيء جنب الاستثمار المنفرد. بمعنى لو انا راجل فرد رحت حطيت وديعه في البنك، حد بيفرض عليا ضرايب؟ لا لا. لو انا راجل حطيت فلوسي في صندوق الاستثمار وصندوق الاستثمار ده جزء من امواله بيروح يحطها في وديعه، هيتحسب عليه ضرايب. ازاي كده؟ ما الاعفاء طلع على صناديق النقد بس وصناديق الفيكسد انكم. فانا لو عندي صندوق اسهم وانا حاطط فيه جزء ودايع انا بتحاسب عليه. تمام. فبالتالي النهارده انا اي واحد النهارده من افضله ان هو يستثمر منفردا افضل ما يحط فلوسه في صناديق الاستثمار. فبالتالي ده اول مشكله رهيبه وبرضه مش على تاني رادار الدوله، برغم ان احنا فتحنا الموضوع ده في مجلس اداره البورصه حين زياره معالي رئيس الوزراء معاه، اللي اتمنى النهارده وبنادي بان هو ياخد الملف ده كاحد محفزات والاموال الجاهزه للاستثمار. يعني انت عايز تحفز الاستثمار اوتوماتيكلي في الفيكلز او الادوات اللي هتعبى فلوس من، وخصوصا ما احنا بننزل اسعار الفايده. يعني دوله من الدول اللي بتنزل اللي احنا مش حابينها قوي اليومين دول، نزلت سعر الفايده زينا خلال السنه اللي فاتت، صناعه صناديق الاستثمار بتاعتها تضاعفت في سنه، وهي احدى الدول اللي كان بسببها مؤشر مصر نزل بسبب المشاكل الاقتصاديه اللي عندها. تمام. فانا النهارده فين من هذا؟ للاسف احنا ما عندناش. بس ليه؟ عندهم مزايا ضريبيه. الحاجه الثانيه، انا النهارده لازم اسهل للناس توزيع وتسويق هذه الصناديق بحيث ان سهل قوي ان الناس تكتتب. النهارده في معوقات كتير قوي لصناديق الاستثمار، ان انا لازم اكون عميل عند البنك اللي عنده صندوق الاستثمار. التشريع في الاول ما كانش بيسمح غير للبنوك وشركات التامين ان هي تعمل صناديق استثمار. نعم. حصل تعديل تشريعي محمود جدا الهيئه عملته من سنه ونص، وسمحت لجهات اخرى غير البنوك وشركات التامين ان هي تطلع صناديق استثمار. ومؤخرا من اسبوعين سمحت كمان لمديرين الاستثمار ان هي تطلع صناديق استثمار، وانا بعتبر ده ثوره تشريعيه بنشكر عليها الهيئه العامه للرقابه الماليه. وهي اسوه بالمتبع دوليا. طب انا النهارده هسوق الكلام ده فين؟ للاسف البنوك المصريه بتجد من صناديق الاستثمار عشان هي خارج ميزانيات البنوك اوف بالانس شيت، بتفتكر ان هي
منافس للمنتجات المصرفية، ولكن في حقيقة الأمر هي مكمل وليس منافس. لأن أنا النهاردة لو أنا فلوسي حطيتها وديعة وفي صناديق استثمار بتستثمر في أنواع أصول مختلفة، عمر الفلوس بتاعت الوديعة اللي هي هتفضل وديعة، أنت عارف الشهادة، الناس اللي كانت بتربط ب20 النهاردة الشهادة وهي ب12 برضو الناس بتربطها ب12 بالظبط. ففلوس الودائع هتفضل في الودائع على فكرة، وفلوس الاستثمار بتبقى عايزة تشانلز جديدة وأدوات جديدة للاستثمار. أتمنى أن ملف صناديق الاستثمار ده من حيث المعالجة الضريبية ليه ومن حيث المعاملة في التسويقية ليه، ونسهل الاكتتاب بحيث النهاردة نستفيد بقى بالتكنولوجي والابليكيشن والديجيتال والت والمحفظة الإلكترونية ويبقى في الأونبوردنج بتاع العملاء على الصناديق. حد حضرتك مثال، مش احنا بنقول حجم الصناعة في مصر 2.5 مليار دولار؟ عارف حضرتك دولة ناشئة زي البرازيل واحنا في مجموعة ازمة، انت عارف احنا موجودين في 18 دولة تمام، فيمكن من ليا الحظ ان انا اقعد مع اقراني من الدول التانية. فانا قاعد جنب الراجل بتاع البرازيل بقول له انت الميوتشوال فاند حجم صناعة صناديق الاستثمار عندكم قد ايه؟ 1 تريليون دولار. يا نهار ابيض، تريليون دولار، يعني احنا هو احنا اقتصادنا 2% من حجم اقتصاد البرازيل؟ لا طبعا، لا طبعا، عدد سكاننا 50% منهم على الاقل، حجم اقتصادنا اصغر منهم بس مش 2% منه بالظبط. فبالتالي لو احنا جينا بصينا صناعه صناديق الاستثمار هنا عامله ازاي وهنا صناعه صناديق الاستثمار، لازم نتعلم من الكلام ده. لو جينا بصينا على الدول اللي حوالينا صناعه صناديق الاستثمار فيها بقت عامله ازاي واحنا فين، بلاش الصين الوحش الكاسر في العالم كله، صناعة إدارة الأصول كلها عندها ابتدت، كلها ابتدت ما كملتش 15 سنة، أنا بقول لك إحنا بقالنا 25 سنة. صحيح. النهاردة الصين سمحت لمديرين استثمار أجانب إن هم يطرحوا صناديق صينية. النهاردة هقول لحضرتك مثال واضح وصريح برضه. هو أكبر شركات مقيدة في مصر مش ليها مراجعين حسابات؟ ليها كم مراجع؟ كم مراجع حسابات؟ واحد. واحد. أي شركة لها واحد. أي شركة لها واحد. صح تمام. هل تتخيل حضرتك ان صناديق الاستثمار اللي بنتكلم النهارده حجم الصندوق 20 مليون و25 مليون، لازم بيتحط عليه شرط ان هم 2 مراقبين حسابات ويتغيروا كل 5 سنين، وان البارتنر او الشريك لدى مكتب المراجعه ما يقدرش ياخد اكتر من صندوقين؟ فالنهارده مراقبين الحسابات بيعلوا زي ما هم، لان هم اصبحت مش مجديه بالنسبه لهم، فبيعلوا الفيز بتاعتهم طبعا. شركات خدمات الاداره بتعلي الفيز بتاعتها، لجان مجالس الإدارة بتعلي الأتعاب بتاعتها، وأصبح الصندوق بتتاكل العوائد بتاعته بشكل كبير جدا في مصاريف إدارية قليلة جدا طبعا. فبالتالي صناعة صناديق الاستثمار بتعاني من مشاكل هيكلية. بس أرجع وأقول إحقاقا للحق، وأنا يمكن عارف أن قد يكون ده بيسموه non popular opinion، هل عمل الرقابة المالية في موضوع صناديق الاستثمار ده بقى بالذات واقفه وراه والوحيده اللي حاسه بكده، وان لما بيطلب منها حاجه بتسعى فيه تمام، بتسعى فيه، وده كان ناتج عن تعاملنا مع كده. بنامل ان الهيئه تاخدها للمستوى الاعلى اللي هو خارج عن سلطات الهيئه بقى قرار. يعني انا عارف الحاجات اللي في سلطات الهيئه يوم ما هنقعد معاهم ونقدم لهم الدراسات الاقتصاديه هيدونا الدعم كله، انما النهارده في حاجات كتير مهمه جدا زي ما هم ساعدونا في الصندوق الخيري اللي احنا كنا بنسأل. هو الجميل قوي يعني حضرتك بتحكي عن موضوع صناديق الاستثمار، عشان كده يمكن وضحت الصوره ليه صناديق الاستثمار مش قايمه بدورها. يعني ورغم ان يمكن احنا من شويه كان الاستاذ باسل الحيني بيتكلم ان هو بيحلم كأكبر كيان مالي كذا، وعندهم شركه مصر للاستثمارات الماليه طبعا. كان ضخم يدير استثمارات والكلام ده كله. طيب ويمكن رسالتك واضحه يعني يا استاذ احمد، يعني واضحه وصريحه جدا، واعتقد ان الساده المسؤولين اعتقد الصناديق الخيريه ممكن هي دي بقى يعني ايه قصه صندوق عطاء صندوق خيري، ايه القصه يعني عايزين مشتاق نسمع منها. والله صندوق عطاء ده الحقيقه قصه يعني انا فخور بيها ان احنا نكون مشاركين في اول صندوق استثمار خيري في مصر. فكره جت منين؟ معالي الوزيره غاده والي وهي كانت وزيره التضامن الاجتماعي، كان الاستاذ شريف سامي رئيس الهيئه العامه للرقابه الماليه الاسبق، نعم، ثم كان ساب الهيئه، بس انت عارف هو اللي كان مطلع التشريع بتاع الصناديق الخيريه، وهو من اكبر المدافعين والمتحمسين لهذا الفكر، ومقتنع بفكر ده جدا، ان بدل ما انت النهارده انشطه خيريه كتير قايمه في البلد على جمع تبرعات، فانت بتعمل ايه؟ بتعمل حمله تبرعات، تلم الفلوس تصرفها في اوجه الخير
وترجع تاني تفلس وتقول ايه انا عايز الم تاني. وبالتالي اصبح وفي نفس الوقت انت بتتبرع انت مش عارف انت الفلوس دي اتصرفت ازاي وقد ايه منه راح للنشاط ده قد ايه منه راح للنشاط ده. فبالتالي الحوكمه والشفافيه في الصرف مش واضحه قوي، وعشان كده بتثير اللغط. يمكن احنا شفنا اللغط اللي كان على كم ملف من الملفات الخيريه بيبقى عليهم اللغط. فالنهارده فكره الصناديق الخيريه دي بتعالج كل المشاكل دي. ازاي بقى؟ ايه الفرق بينها وبين هقول لحضرتك اللي احنا بنشوفه في التلفزيون يعني؟ هقول لحضرتك من غير ذكر اسماء. الصندوق الخيري لا، الصندوق الخيري بمنتهى البساطه هو اعاده احياء لفكره الوقف الخيري الاستثماري. كان زمان يقول لك انا واقف فلوسي للخير، للجامعه مثلا، واقف فلوسي لكذا. بتحصل فكره واقف فلوسك مش معناها ان سعادتك اتبرعت بفلوسك. معناها ان حضرتك انت اديتني 100,000 جنيه مش معنى كده ان انت اتنزلت عنهم. انت بتقول لي خد ال 100,000 جنيه دول قاعدين معاك فتره من الزمن، انا متنازل عن عوائد ال 100,000 جنيه. ولكن بتظل ال 100,000 جنيه بتاعت حضرتك وممكن تستردها بشروط معينه وفقا للتعاقد اللي بيني وبينك اللي هو نشره اكتتاب. فبالتالي الاكتتاب في صندوق خيري هو ان بتوقف هذه الاموال لدعم النشاط الخيري اللي الصندوق ده بيدعمه. صندوق عطاء ده طلع عشان اهم حاجه احنا شايفينها في مصر، الا وهي خدمه ذوي الاحتياجات الخاصه. ويمكن بنفتخر انه كان سياده الرئيس هو اللي كان اعلن عن انشاء الصندوق نفسه وعن دعمه بمبلغ من المال من تحيا مصر ومن هيئه الاوقاف، 80 مليون تحيا مصر، 20 مليون من تحيا من هيئه الاوقاف، وبنك مصر هو اللي اشترك في تاسيسه وخد على عاتقه التاسيس كله. واحنا تبرعنا باداره الاستثمار لهذا الصندوق تطوعا بدون تقاضي اي اتعاب من ضمن حمله ازيموت في خطه المنتجات اللي هي للتنميه المستدامه كخدمه مجتمعيه. مش بس احنا، كمان مراجعين الحسابات للصندوق، كمان خدمات الاداره، كمان المستشار القانوني، يعني كله متبرع كل اعضاء مجلس الاداره. فبالتالي الصندوق ده الحمد لله حتى شركه الدعايه والاعلان اللي قايمه على تسويق هذا الصندوق برضه متبرعه. فبالتالي بس ده لاغراض ذوي الاحتياجات الخاصه. النهارده صندوق عطاء ده هيدي المثل في ازاي استثمار الاموال بشكل كف، ازاي عوائد هذه الاموال تصرف على الانشطه الخيريه لذوي الاحتياجات الخاصه. جميل. في التعليم، في التدريب، في التوظيف، في الرعايه الاجتماعيه والصحيه، من خلال انشطه من خلال جمعيات. يعني هو هيعتبر زي ماكينه تمويل للجمعيات اللي بتشتغل لكده. هايل. مش بس كده، بالاضافه الى ان هيبقى في افصاح كامل من مجلس الاداره كل جنيه اتصرف في ايه. يبقى غطينا هذا، ضمننا دخل مستمر لحضرتك الدوله. جميل. كلام مع حضرتك شيق جدا جدا، يعني حوار ثري وحوار يمكن ختمتنا احلى ختام. والعمل الخيري ويمكن احنا بندعو من هنا يعني عن نفسنا وعن كل الوسط الاقتصادي وعن كل مقتدر ان المساهمه في صندوق عطاء كل زي ما انتم شايفين كل الناس متطوعه ب لو تسمح لي ايسر بالاكتتاب في صندوق عطاء الخيري اللي كل الناس متطوعه بيتم من خلال اربع بنوك: بنك ناصر الاجتماعي، بنك الاهلي المصري، بنك مصر، بنك قناه السويس. تمام. وبدعو كل اصدقائنا ان هم يشتركوا معنا في فعل الخير. يا اكيد هيستجيبوا. بالامل التقينا والامل التقي. الف شكر يا فندم على حضرتك وجودك استاذ احمد سعد الخبير الاقتصادي، والف شكر لحضراتكم. كانت حلقه ثريه جدا وقويه جدا. ان شاء الله نلتقي الاثنين القادم بحلقه جديده وبرنامج انا الوطن. تصبحوا على خير.